كنقولوا الله الوطن الملك، كنقولوا عاش الملك، كنقولوا حقنا غير في هذا الوطن. رحنا ماشي من الفريزاريو، رحنا ماشي من دولة عدو المغرب، رحنا أولاد أبناء هذا الوطن هذا الحبيب، رحنا أولاد هذا الملك، رحنا أولاد أمير المؤمنين، رحنا أولاد أمير المؤمنين. عارف أنك تتعامل مع الدكتور الأهل الجديد النموذج التنموي، مغرب التنمية والمغرب ديال فرحنا به وفرحنا بحكومة الكفاءات. ها هي الكفاءات هنايا كتعتقلوا ولاد المغاربة حاصلين على أعلى شهادة، شهادة الدكتورة، كتعتقلوا دكاترة الوطن، كتعتقلوا وكتعنفوا بعد ما قضوا 50 يوم الإضراب على الطعام وما راعوش الحالة الجسدية ديالهم والحالة الصحية والحالة النفسية. الآن لقينا راسنا كتعتقلوا في الوطن ديالنا، الذنب ديالنا فقط أننا قرينا وبغينا الوطن تاعنا وبغينا الجامعة المغربية وتقنا وآمنا في بلادنا. جينا اليوم استئنافا لبرنامجنا النضالي. اليوم صدرنا واحد البرنامج نضالي تصعيدي وهو اعتصام مفتوح امام وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. جينا باش نقوموا بالاعتصام مفتوح، ولكن للاسف كنشوفوا بانه كاين هناك واحد المنع من طرف السلطات الامنيه، كاين هناك واحد الانزال امني كبير. حنايا جينا فقط كنطالبوا بحقنا الدستوري وكنستانفوا اشكالنا النضاليه التصعيديه، ورغم هذا المنع ورغم القمع ورغم الاعتقال فاننا حنا راه باقين هنايا مصاملين في شوارع الرباط. ما غادي ترهبنا حتى شي حاجه وما غادي تمنعنا حتى شي حاجه، غادي نستمروا. الى منعونا اليوم غادي نجيو غدا وغادي نجيو بعد غدا وغادي نجيو هذا العام وغادي نجيو العام الجاي الى غايه تحقيق المطلب ديالنا ولا غايه تحقيق الادماج في الجامعه المغربيه ومراكز البحث. حنا كنطالبوا فقط بالتوظيف. ها انت كنشوفوا للاسف المنع ديال الدكاتره، حنا ما حاملين حتى شي حاجه. يعني ما زالت معاركنا النضاليه مستمره. قمنا بتعليق الاضراب عن الطعام نظرا للظرفيه التي مرت بها بلادنا وطننا الجريح جراء الزلزال المهول. تغمد الله شهدنا بواسع رحمته. سطرنا برنامجا نضاليا يوم أمس يتمثل في الاعتصام مفتوح في شوارع الرباط لمدة 7 أيام على 7 أيام. يعني لن نخرج شوارع الرباط إلا بإدماج وظيفنا في الوظيفة العمومية بما يتناسب والسلم الاستدلالي لشهادة الدكتوراه أو بالأحرى الانتداب في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي. نعلن على الرأي العام الوطني والجهات المسؤولة أننا علقنا إضراب عن الطعام مجرد تعليق، لكننا سنعود إليه وسوف نقوم بالإضراب عن الطعام وعن الشراب، يعني عن قطع الماء والطعام على كل شيء، الإضراب عن الطعام والشراب إلى حين تحقيق جميع مطالبنا العادلة والمشروع. قدمنا أيضا مجموعة من المعتقلين 4 لا يزالون متابعين في حالة صراح، ليس لدينا ما نخسره. يعني نستعد لوقفة احتجاجية سلمية حضارية. لا تزال جلاوزة القمع العموم يتربصون بنا ويستفزوننا، لكننا عندما نقرر شيئا فنحن سنفعله ونحن ملزمون به. لا يزال ننتظر التحاق دكاترة زملائنا الدكتورات والدكاترة في حين تجسيد معركتنا النضالية إلى حين تحقيق مطلبنا العادل والمشروع. هذا هو ماذا حق وراءه مطالب، وتحية لكل المنابر الإعلامية الحرة وشكرا.